عندكم يمعة دوانية زوارة طلعة مالكم إلا نتس أند كريسبس يا أخي، سموا مكسرات وقراميش وريحونا، الباكج عجيب وتعبانين عليه. هذا بوكس الكادبوري بايتس والبيري تشيز كيك، عجيب وما راح تقدر تطق بريك من قوته. وهني الكريسبي بوكس، نكهتين كل واحدة تقول الزود عندي، مع تغميستين يدودهونك بجمالهم. هذه بالنكهة المكسيكية نار، الطعم صح. وهذه بالزعتر، واللعب هني بالتغمس لا يطوفك سكرت. أما هالكينج اسمه موفي بوكس، البوكس حده فاخر وكشخة وفي مغناطيس بعد، وتخيلوا حجمه أكبر من نص متر بشوي، وداخله 10 أصناف من المكسرات والقراميش والحب والفستق وغيره، الملح والمدخن والمبهر والمجفف، وكميته راهية ومتروس لي عينه، ولازم تاخذونه لزوم السهرة. والله لو يصير كان خذيته معاي السينما، عجيب بكل التفاصيل وعندهم توصيل. والسلام.